في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، خاصة المتعلقة منها بالمتاجر الغير الشرعية بالأقراص المهلوسة. تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدقة الوطنية بقسنطينة من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و 36 سنة بتهمة المتاجرة غير الشرعية بالمؤثرات العقلية. حيثيات القضية تعود وقائعها إلى قيام أفراد الفصيلة الرابعة الأمدى دخل بمداهمة أحد الأماكن المشبوهة المتواجدة بحي بسبع بلدية حمى بوزيان، أين لفت انتباه 3 أشخاص حاولوا الفرار بمجرد رؤيتهم لأفراد الفصيلة، أين تم توقيفهم بعين المكان. بعد تفتيشهم تفتيشا أمنيا وتمشيط مكان التوقيف، عثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة موضوعة على شكل رزم داخل كيس بلاستيكي. بعد تحويل المعنيين إلى مقر الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بحي بوزيان ومواصلة التحقيق معهم وبالتنسيق مع الفصيلة الرابعة لأمن التدخل، تم توقيف باقي أفراد الشبكة. وبواسطة بإذن بالتفتيش تم تفتيش مساكنهم، أين تم العثور على بقية الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام بالخردوات داخل منزل أحد المشتبه فيهم، لتسهر العملية على توقيف 5 أشخاص وحجز حوالي 10,000 قرص مهلوس من نوع كيتيل برومازيبام مبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم وهواتف نقال. بعد الانتهاء من التحقيق واستيفاء كامل الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهم وتحويلهم أمام الجهات القضائية.